إن الأطباء ينصحون بالتغذية السليمة كي يكسب الجسم مناعة وقدرة. ومن ضمن الأغذية المهمة للصحة السليمة الشومن. الشومن؟ يبي يبي شومن يبي. هذا الشرف. أخبار هائلة. أوه سمير، ماذا حصل؟ اسمعوا، لقد تم اختياره عداء سباق الطويل. حقا؟ وهل حان موعد سباق هذه السنة؟ السنة الماضية كان يجاني من نادي كينغو رائعا. اسمعوا ماذا أقول. اسمعوا، لقد اختاروا أيضا كابامارو إيجانو. ماذا؟ حقا رائع، لقد وضعت الأسماء على اللوح. ابتعدنا من طريقي. كنت أعرف أنها تدعي عدم الاهتمام بكابامارو، ولكن اعلموا أنها تحبه. اعلموا أنها تحبه. يا إلهي، إنني أرى المستقبل المخيف. الناس يأتون لمشاهدة السباق لأنه أهم حدث في السنة، وكابامارو سيشترك فيه. يا إلهي. مرحبا. يجب أن أمنعه لأنني متأكدة من أنه سيسيء لسمعة جامعة كينغيوكو. والذي يقلقني أنه سيتورط شيزو بمشاكل، فقد صارا صديقين دون إرادته. ماذا علي أن أفعل؟ ماذا علي أن أفعل؟ كيف أمنعه؟ هاي ما بها؟ كم هي مسحورة؟ إني أحسدها. جاء كاورو. مرحبا كاورو. مرحبا. عندي فكرة، كاورو ستساعدني. ماي، هل رأيت اللوحة يا ماي؟ لقد أوصيت بكابامارو كي يشترك في السباق. أنت؟ نعم يا عزيزتي، لقد سمعت عنه الكثير، وسمعت أيضا أن شجاعته أكثر من رائعة. كاورو أوصت به؟ ألا تصدقينني؟ لقد ساعد شيراكاوا من نادي الجيتو، أليس ما أقوله صحيحا يا شيراكاوا؟ إنني مدين له بحياتي. أنا متأكدة بأن كابامارو سيحقق نصرا كبيرا لجامعتنا، لأنه قوي وشجاع وشاب. شكرا. إنها فتاة رائعة، فهي ليست غاضبة مما قاله كابامارو. إنها لطيفة، ولكنها لا تفهمني. جدتي أيضا لن تفهمني، ولكن علي أن أفعل شيئا. يجب أن أفعل شيئا. نائب المدير سيفهمني، فهو عاقل ومستقيم. نعم معك حق يا سيدتي، كنا دائما ننتصر في السباق، ولكن لا تنسي أن جامعة أوغيوكو هزمتنا في السنة الماضية، وليس من المعقول أن ننهزم. لم أكن أعلم أنك تحب المدرسة لهذا الحد. أنا متأكد من فوزنا هذه السنة لأن كابامارو معنا. أنت على حق، أنت على حق. نحن معنا كابامارو. كم هي حساسة وشعورها لا يخيب. أنا سعيدة لأنني عشت لأرى هذا اليوم. حفيد سايزو سوف يركض. إنها جميلة جدا. عفوا. اسكتي، لم أكن أسترق النار.
النظر، كنت بفوق فقط مرة من هنا. أريد أن أكلمك يا سيدي. نعم، ماذا تريدين يا ماي؟ قولي تكلمي. سيدي النائب المدير. توقفي، هناك شخص يملك قلبي. تعني جدتي؟ نعم، ولكن لا تجبرين على الاعتراف. سمعة جامعتنا ستكون في خطر، عليك أن تمنع كابامارو من الركض في السباق، أرجوك يا سيدي. نحن نعتمد على كابامارو، لماذا تريدينني أن أمنعه؟ لماذا يا ماي؟ ما وجهة نظرك؟ يا سيدي، كل اهتمامه ينحصر في الأكل، سنقع في مشاكل إذا تركته يركض. ولكن كابامارو نجم مدرستنا الآن. تظن ذلك؟ فكر بكل ما فعله منذ مجيئه، فكر جيدا. لقد بدأت أقلق فعلا. أريد أن آكل وآكل. نعم نعم يا سيدي، يجب أن تعرفه على حقيقته، أرجوك تصرف. معك حق. أكره أن أفعل هذا، ولكنني مضطر. صحن آخر. أما عليك أن تتمرن يا كابامارو. أتمرن؟ على ماذا أتمرن؟ نعم، لقد تم اختيارك لتشترك في السباق. أستطيع ركض كل المسافة لوحدي. هيا أعطني مزيدا من الشومن. هيا هيا بسرعة بسرعة. هل عرفته على حقيقته؟ كل ما اكتشفته أنه مغرم بالشومن، هذا كل شيء. كيف؟ إنه يأكل بشراهة. نأسف للإزعاج، ولكن حافظوا على مصادر نشاطكم. جاءتني فكرة. نأسف مجددا للإزعاج سيد كابامارو، رجاء اتصل بنا، نحن مستعدون لتقديم أشهى المأكولات لك. سأذهب وأحضر صحونا أخرى. كابامارو، عندنا العديد من الأصناف الشهية. أرجوك انتظر. أرجوك أسرع أسرع. حاضر حاضر. توقف. إنه سريع. أرأيت كم هو مجنون بالطعام؟ يا عوفي. أين الطعام؟ أين الطعام؟ أين الطعام؟ أين الطعام؟ انظر إليه، انظر إليه، هو مجنون طعام. ولكن لا أستطيع أن أقول. إنهم يبتعدون، أريد العودة إلى بيتي. أريد العودة إلى بيتي. طعام، أين الطعام؟ طعام؟ أين الطعام؟ لقد قلت بأن هناك الكثير من الطعام. دعني، ما ذنبي أنا؟ الطعام في مكان آخر. حقا؟ نعم نعم، فقط الحق بي. لما لم تخبرني من قبل؟ لأنك عنيف جدا. هيا فلنذهب من هنا. تعال. انظروا. قل لنا الطعام. هل هذا كابامارو؟ لا شك انه هو كابامارو بنفسه. يجب ان نخبر جيزون بذلك.
وأخيرا وجدت طعام سأكل حتى الشبع. توقف، أريدك أن تعدني قبل أن تبدأ. الإذن بالأكل يتوقف على جوابك. ها؟ اسأل ما تشاء وسأعطيك إياه ما عدا حياتي. هل يمكن ألا تشترك في السباق؟ هذا سهل، إذا أكلت هذه الوجبة الدسمة بوعد بسيط فسأكل كثيرا. فكر جيدا، لقد اختاروك من بين كل العدائين. لا يهمني السباق، ما يهم هو الطعام فقط. كفى كفى، فكر بسمعة المدرسة. كفى كفى، هناك شرف جامعتنا. ما هذا؟ لطي لطي، ما هذا؟ توقف توقف، قلت لك توقف. اتركوني دعوني. عرفتك على حقيقتك، انت جاسوس للجامعة التي تنافسنا، وقد عرفت كيف تسيطر على كابامارو. اهلا شيزون، هل جئت لتأكل؟ لقد حذرته كثيرا ولكن الغبي وقع في الفخ. تبا لك يا جاسوس. ماذا؟ لقد ذهبوا. هل نلحق بهم؟ لا لا، انصرف انت فقط. اعرف الى اين يذهب كابامارو. اتركني دعني، ارجوك توقف دعني. أنا أجوع لأنني أركض كثيرا، سآكل من جديد. ماذا؟ أنت نائب المدير. أرجوك أرجوك لا تخبر السيدة أوكوبا عما جرى، أرجوك أرجوك. أتساءل كيف استطاع ذلك، ولكن لننسى. هيا هيا نذهب ونأكل الشومن. مستحيل. ها؟ هل كان يعلم بأمري منذ البداية؟ أظن ذلك، فهو شاب ذكي جدا ويعرف كيف يتصرف. ولكن ماذا لو عرفت السيدة أوكوبو؟ الأساتذة يجب أن يحترموا تلاميذهم يا حضرة المدير. نعم نعم، إنها محقة، ولقد أفهمتني أنت ذلك بطريقتك يا سيدة أوكوبو. أحضر المزيد من الشومن، هيا بسرعة. ما هو كابامارو؟ أهلا شيزون، جميل أن أراك ثانية، يبدو أنك تحب الأكل. عندما أريد أن أجدك يا كابامارو فيجب علي أن أبحث في المطاعم. أتحب الشومن أنت أيضا؟ لا، أنا لا أكل هذه الأصناف. نعم، ولما لا تأكل هذه الأصناف؟ أعطي الشومن. إذا أنت تحب الشومن. أين ذلك الرجل؟ لست أدري، لقد ذهب دون أن يقول لي، ربما هرب. هل أخبرك شيئا؟ كنت منشغلا بالأكل. كابامارو، يجب أن تذهب إلى ساحة المدرسة بعد أن تنهي طعامك. تكلم بعد أن تبلع. لماذا؟ لتتمرن على السباق، فرئيس الفريق سوف يشرح لك أمورا مهمة عن السباق والسرعة. أخبرتك عن السرعة. أمور مزعجة. كنت أعلم أنه هنا. كابامارو، هذا السباق. أهلا مي، هل جئت من أجل الشومن أيضا؟ لماذا يحرجني أمام شيزو؟ لا كنت مرة من هنا. لا تهتمي، أتريدين مشاركة هذا الصنف؟ لا 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 شيزو. شيزو، هل ارتكب كابامارو خطأ ما؟ لا لا أبدا. صحيح، أصر علي أن أشترك في السباق وإلا فلن يدعني آكل شوما مرة أخرى. شيزون ماي. لم أقل سوى إنه خبيث، أخبث حتى من جدي. علينا أن نظهر مقدرة كابامارو الفائقة للناس يا عزيزتي ماي. شيزون كابامارو، أنت كصديق تفعل الأعاجيب، وهذا ما يسعدني يا كابامارو.
شيزون، أحب أن أساعدك ولكنني مشغول كما ترى، ولذا فليس عندي الوقت الكافي لأن أرقد وأتمرن. ألا تفهم ما أقول لك؟ ليس عندي الوقت الكافي. ألا تفهم مدى أهمية هذا السباق؟ ألا تفهم؟ وعدتك أن أرقد، أليس هذا كافيا يا شيزون؟ ليس كافيا كابامارو، عليك بالتمرين. إن الشيزون عفوا، إن كل واحد في المدرسة يعتمد عليك، لذا أرجوك أن تتمرن لتسبق الجميع، أرجوك يا كابامارو. الفتيات دائما أنانيات، يجب أن أحافظ على وقت الثمين، فماذا أفعل؟ إذن سوف تتمرن. حسنا حسنا، ولكن لهذه المرة فقط. شكرا لك كابامارو، ولكن ماذا يحصل لي؟ شكرا لك يا ماي، يبدو أنك أثرت حماسته. لا إطلاقا. سيسعدني أنه يحاول جهده. كل ما أردته أن أكون لطيفة مثلك، أو أن أكون بقربك. أتراني أطلب الكثير؟ أوه شيزو شيزو. مرحبا بكم، كيف حالكم؟ كابامارو، هذا كل ما استطعت فعله من أجلك. كابامارو كابامارو، أرنا كيف يركض السلطعون. لا أستطيع أن أرفض لها طلبا. حسنا، راقبوا كلكم ركضة السلطعون نيمبو. يا سلام، كم يركض بالثياب. والآن ركضة الصرصار، ركضة الرصاصة. كابامارو كابامارو، ركضة 44، وركضة الكنجر، وركضة القبوط. تبا لك. مرحبا يا شيزون. ماذا؟ شيزون يشجع كابامارو. مرحبا كابامارو. مرحبا. ليس غاضبا، هذا الرجل صعب، صعب جدا. تبا يا كابامارو، تمرينك اليوم كان تافها. تبا يا كابامارو، تمرينك اليوم كان تافها، يجب أن تحاول بجدية. أنا دائما جدي. اخرس، ركضة السلطعون، أكنت تلعب؟ ماذا؟ أردت فقط أن أسعدهم، أن أسعد الناس. اخرس، اخرس، خذ، يا وقع، خذ. اخرس، كم مرة يجب أن أخبرك بأن هذا السباق مهم جدا؟ أرجوك أرجوك لا ترعبني. طيب ماذا علي أن أفعل لأرضيك يا جيزون؟ قل لي. فقط أرقد طبيعيا وكن جادا يا وقح. وهل تظن أنك تخيفني إذا أنت قلدت جدي؟ طبعا لا. عما تتكلم يا هذا؟ لا تنرفز يا جيزون، فأنت تكرر نفس الشيء دائما. أوه، أنت لا فائدة منك. لا تنسى أن فريق أوجيوكو يستطيع أن يهزمك، هل فهمت؟ عليك أن تربح وتهزمهم يا كابامارو. لا تهتم، أستطيع أن أسبق الطائرة إذا أردت ذلك. الطائرة؟ على كل حال يا شيزون، لا تحمل هما يا عزيزي. حسنا، لا تنسى ما قلته. أنا متشوق للركض الآن يا شيزون. أرجوك كابامارو، حاول جهدك، أركض واسبق الجميع. راقبيني الآن يا ماي، راقبيني. يا إلهي، ركضة السلطعون نينبو. أجل، ركضة السلطعون. ما تبن
لك يا كابامارو. كفا لك يا وقح.